ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورية الصومالي الآن، جمهورية الصومالي الآن، جمهورية الصومالي الآن، جمهورية الصومالي الآن. حزبك كرمية، حزبك كرمية، حزبك كرمية. هقو ليستو مدح وين مصبيح عبد هقو ليستو إذا نقو ليستا إلهي با سبحانه وتعالى ما هذا دلوس بناتي دمانتين عاوة هالك نسكوكين كياني مركوه الرئيسة وحا عن صور دويرنا إنه أو برشادي قبل كأوضلا وفتقة حسبقة كلمية مدد لبدا بلوط با كو قالا بحي سفركا دلك قديسة ايوه قامنا يا عاوة وزيركا وزارة أرمها قدها أهل قدومية حسبقة كلمية قدومية كحيجينك كوبات حسبقة كلمية قدومية كحيجينك لبات حسبقة كلمية قدومية كحيجينك صدحات حسبقة كلمية أهل وزيركا بيها قدومية كحيجينك حقيها جود حسبقة هواك أو أن أنت بدن هل كان أنت مكلا الشيء على الشيء قدومي سدي هير قرن حسبقة هل كان عاوة كسو كان حسبقة كرمية من وزارة يا حبناها كلا وفتي الله سعودي وحان سلام يا وانت يدي هل كان سي جوبتي وهو قامنا يي مرشح حمد حوينا كحيين أهنا وزيرك قناعسيه حبنا كلو وزارة وزير كحجي الندى ما رأي ياشا ما رأيها ودوينك أقوي عن تاني دمانتين عاوة فرحد وين بين نوتا هاي إن وفتي إنه كسر يا قبل كأوضل أي نكهد لإنه دنتي نقرن كا دنتي نحس بك كلمية إسكو ورسنا إنه وحس ودينا إنه سيدا إنه قول يسال هاينا إلهي إذا كي أي نعاوة هلكن أي نكهد شرينا وحن سي لا بلارم سود وين يا قبله يو ويلشي لبعض حسب معارض كسود جربتي حسب جم كصابيري ولا يصاد بس عليا وحبد عكر تما لدو إسراكيل وينو وطني أي سوق على حسب جم حسب جم لا تريها مدحوينا يا هرما هواك أما الحاج أحمد ميزان باكش كيسي تاريخ ده دير أولية هاي عريقة الجبل كان أولية حسب كرمية يسوي مدافر بيوض الجوا حكم كأحمد محمد محمود سيرايو مدحوينا هم الجمهورية الصومالية الآن وحلا دم يستري وضدا دلا بورما وأدوكتين ما تين هرجيسيو أو بورما ساعد الله صعدو حسبك كرمية يا إسكال عند الشيخ كرتانو بجرت حسبك كرمية هرمارك بلاران باحد دل كان كهير قال إساق يا كسنتان لابد حكومة دوت إكال الدنبي حكومة دا مدحوين المصبي حين ما أنت تاريخ دو قوين قبل كان إكاق سبان تهي ومشروع بي بلارين تا قبل كا إكال بيت كان لغا سوحري وضادي لو يعدو بورما oo aad ogtihiin maanta inuu maareeyaa hay'adda wadooyinku dila ka faafahiyay gudoomiyaha xisbiguna caawa oo halkan ka sheegi doono dhaqanka bariyaha laga dhigtay mudanayaasha golaha wakiilada ka soo jeeda gobolka ka soo jeeda inay arrinta been ka sheegaan arrintaas waa mashruuc socda oo sidiisa u hirgalaya xukuumadana wada xukuumadana iskale marka cid alaali cid lali ma jirto حسبك كرمي أنا إسكالي وحا أن أبحى يا دور إيري أو أكوارانا يا هذا الله كسوي يا إيري مانتا قدومي يا حسبك وداني وأرجيسك هذا الحرس ويري مركا أن نقول يسنو مدفح مدحوينو وفري مانكتي دويتا مدفحي مدحفكي مقع أنك بدلينا marka aanu guuleysano wasaaradda maxayga taas aan u bixinayna horta su'aal baan caawin diinaya ma isaga murashaxa bisa ciraab murashaxa
مركا نقولي سنقول يا مرشح هرت ما تمرشح مدعوين عا وكل مية عد أن مو مدعوين موسى إنه شجع كرتاه بجيبت مدعوين وما أوران كرا يجري هيسا مركا نقولي سنو حسن قضاينا دق النو حولي إنه هذا ولا هذا ذلك بما حكومينا أبوك قرانا حكومي وارن آدي آد نصيب درر انتي هو وعن إسرائيل كي مات عبد الرحمن عرو وحفيز هرقيسة كفوريا أولا وإنه صدحية توقع نوفمبر وإنه صدحية توقع نوفمبر واتسد عيسى إن شاء الله تعالى وح الله لا إيه وح كجرانا مجران بينها فراه بدل إيه مال مهن حسب جاس عاديست قبل كم وإيمان أيام لكن ما إيمان أيام يجو أو برشر غير أو دل يسود وينش وح إيمان أيام يجو تاجر ياشود بس أسكو وتا هدا ولا يهودا يا غير أو دل بسوق علي تارس كسي أكسون هذا وايد دقة كاسي بريان برع عاد بهير علي حرسي برعكم نغنق نسوي ميدان نرك لواتم بس موسيقى هاي استهبل والبنا هي برع سوق علي ونا سوق قاطع مرك الدم بي مرك هم هني دو كان ترو كأيجا دو بس هو سعودا هدا دركتير مناسبة ده كله قوار أيو واحد سيو سفاري جيسي وات انت هورت الله سعودا انت هورت سان كلا هاي النجا حس بيجا كل مية قول بنور رجينا وين قول يسرينا وعسكو قول يسرينا ووحي نقبلناي iyo waxa ay noo qorsheysanayno qaban doono hukoomadan waa hukoomadii ugu wax qabadka badayd ee hukoomadii kulmiye ka horaysay madaxweynaha markasta wuxuu nagu yiraahdaa maxaynu u sheeganaynaa waa waajib dastuuri oo la inagu lahayn deenima kara hadaba hal la baro in hukoomada ay tahay inay dadka u adeegto maxaa la qabtay de sheegan mayna waxaan qabanaa waa wixii naloo doortay in wada sameeyo waa naloo doortay in caafimaad horumar laga sameeyo waa naloo doortay waxaan sheegay karnaa ma jirto laakiin waxaan sheegaynaa maalinta ololuhu bilaabo ayaa nin walba halkiisa walaal maraya inaga maanta waxay noo taagan mar labaad waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mudaxileedkiisa dastuuriga ahaa mar labaad sharaxan iyo murashax madaxweyne ku xigeen oo cusub oo xisbiga kulmiye u sharaxan oo ah maxamuud xasan saad saaji reer awdalla reer awdal xil gaaray nasaaran kulmiye uu xisaabtamaya codadkii horena waa la haya maanta waxa way weynaynaan u kala harin waana la istirsaraya aqilkuma halkan uu ka sheegay mahad ama la way taabatay dhammaan codka gobolka iyo ka Soomaaliland uu ku guuleysan doona hadii la heeraado saajin insha Allah ta'ala weliba isaga abtiyaashi ayaa intaa u dheero ciisa oo iyaguna si weyn u galbi doona hadii ilaahay raado marka waa nin ab iyo abtiba wata waa ninka kale haatay daahir yaala ku soo xigay ciisa dhalay horta saabu u taqaanin ee madaxweynaha dhahay ee u sharaxan intaanii hore aan aan halka baynu ahay gali bulshada dhalay moot marka taana ab iyo abtiba horta inuu diyaar galowno hukoomaduhu marka runtii la doorto dadku hukoomada ma wada galaan in kooban baa nasiibku uu qadaraa marka qof kasto kulmiye soo dhisowba haddii calaafad ku yeelan weyday waxa guuleystay dadkii taariikhda lahaa ee aad dooratay oo aad dadkii dalkan taariikhda halganka ku lahaa inaga waxaynu inta badan ilaa marka Soomaaliland la soo noqoshadeedii inaga ku suntay walaalaheenna halganki Soomaaliland ee Soomaaliland ay dhashay ayay ku suntanaayeen maantana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi cid kaga haboon oo qaranka Soomaaliland lagu aaminayo ma jirto halku dhigeenina waxa weeyaan maanta hoggaamiye lahayo oo madaxweyne Muuse la sharaxay ma jirto labada murashax ee walaalaheena xisbiga mucaaradka ka socdaayay waa labadii aynu awalba la tartanay oo ah Faisal iyo Cabdiraxmaan maana horaan waa sheegay waxa dhacaya ninkii dhinaciisa goonka bartay ninka lama dhacayo caruurta marka la lagda wax loona jiray dhinaciisa dhulka bartay moogta iyagu way soo barteen waana labadii wax cusubna ma jiraan xisbiga kulmiye ha guuleysto ha guuleysto murashax madaxweyne ha guuleysto murashax madaxweyne ku xigeen ha guuleysto dambaantana guuleysano ifi akhiran allah ino toosiyade assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh